محافظة مرسى مطروح واهتمامنا بيها زي محافظات كل الجمهورية الحقيقة، لأن احنا معنيين بمنظومة التأمين الصحي الشامل اللي بنتوسع فيها بعد ما بدأنا في 6 محافظات. محافظة مرسى مطروح ومحافظة مطروح من المحافظات المؤهلة للمرحلة الثانية، وبالتالي تطوير المنشآت الصحية في محافظة مطروح شيء هام جدا. واحنا اشتغلنا الحقيقة من أول مطروح العام وسيدي براني المركزي، مستشفى السلوم المركزي، مستشفى النجيلة المركزي، مستشفى رأس الحكمة، ومستشفى الضبعة، ومستشفى العالمين، ومستشفى الحمام المركزي. حجم كبير جدا من الخدمات الصحية مقدمة لأهالي محافظة مرسى مطروح، مش فقط في مجال وقت العطلات الصيفية ولكن على مدار العام. وزي ما بنقول احنا بنستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل زي ما بدأنا في 6 محافظات في المرحلة الأولى، داخلين في محافظة مطروح، محافظة شمال سيناء، ومحافظة دمياط، ومحافظة كفر الشيخ، ومحافظة المنيا في المرحلة الثانية، عشان نقدر نقدم لأهالينا برنامج التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي.